معاك في المباريات منذ البدايه سجلت 8. حنا تنتمناو غدا انه يكون جاهز ويسجل لنا اهداف لانه مهاجم مهم لنا تيسجل اهداف لان الاصدقاء ديالو تيلقاوه في تموضع جيد باش يسجل اهداف لان مجموعه ديال الاهداف الاصدقاء ديالو اللي مروا عليه الكره شي كلو تنشتغلوا عليه كذلك سجلنا اهداف من غير ايوب الكعبي وخاصه الضربات الثابته لان الضربات الثابته مهمه جدا في مباريات بحال هادو وبالتالي نقطه ديال القوه ديالنا كذلك وعندنا لاعبين اللي ممكن يديروا الفرق عندنا لاعبين اللي ممكن في نزالات فرديه يديروا الفرق كما المنتخب النيجيري كذلك مباراه ديال غدا مباراه قويه مباراه غتكون صعبه عندنا الثقه في اللاعبين ديالنا ان شاء الله عندنا الثقه في الجمهور ديالنا ان شاء الله نتمناو غدا ان شاء الله اننا نفوزوا بهذا الكاس لاننا تنستحقوها في المسار ديال هاد الدوره هذه تنستحقوا اننا نكونوا متواجدين ان شاء الله.